وصلنا لفقرة محاربات بهية. وفي كتير بيسألوني انت مؤمن جدا وبتحب هذا المشروع ليه؟ الإجابة ببساطة، لأن لو تشوفوا الفرحة اللي في عيون الست اللي داخله حزينة وبتبكي وخارجة وهي فرحانة بعد ما ربنا جعل هذه المستشفى والقائمين عليها والعاملين فيها سبب، تشعر بالسعادة. الأم هي الحياة، الأم هي محور البيت. لما بتفرح البيت كله يفرح، ولما بتحزن البيت كله حزين، ولما بتمرض البيت كله بيمرض. عشان كده ربنا يكرم مستشفى بهية ويكرم كل محاربة قوية مؤمنة قدرت الحمد لله انها تتغلب على هذا المرض اللعين، مرض السرطان. في كتير من حضراتكم يعرفوش ليه مستشفى بهية للكشف المبكر على سرطان الثدي سميت بهذا الاسم. الحقيقة ان قصة بهية بدأت عندما اصيبت سيدة من عائلة عريقة اسمها بهية، وهي حرم المهندس المرحوم حسين عثمان، اصيبت بمرض السرطان. واثناء تلقيها العلاج لاحظت اسرتها مدى معاناة السيدات من الاسر الفقيرة في تحمل نفقات العلاج الباهظة. قرروا انهم يحولوا منزلها الى مركز متخصص في علاج سرطان الثدي دون مقابل او تفرقة، وده كان بناء على وصيتها. ومبنى مركز بهية مكون من 6 أدوار ومجهز بأجهزة حديثة تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات. وتم إشهار هذه المؤسسة في وزارة التضامن الاجتماعي تتحول مع الأيام والسنين إلى حلم وإرادة وكفاح وقصة حب وعطاء بدون مقابل. دلوقتي بقى حاسبكم مع قصة جديدة من قصص بهية مع واحدة من محاربات بهية. اللي ربت واللي دايما وقت خوفي في حضنها بمسك وتبت، علمت وتحملت علشان بكل بساطة حبت أمي العيون الطيبين اللي محدش زيها. كل واحدة أخت ولا حبيبة كانت وقت ضعفي وقفة سندة، واللي قلبي بيبقى جامد بس علشان هي جامدة، واللي ما تخلتش عني في كل مرة الجهلة. مشاهد واحد من الناس، أهلا بيكو ومحاربة جديدة وقصة جديدة من بهية. معانا الحاجة كاميليا محمد علي، عندك 2 من الأبناء بنت وولد، وعندك ما شاء الله 6 أحفاد ربنا يخليهم لك. قوليلي يا حاجة كاميليا، أنت في بهية من سنة كام؟ من 8 يعني سنة. بقالك سنة؟ بقالي سنة. وصلتي لفين في العلاج؟ الحمد لله دلوقتي الإشعاع لسه ناقص لي جلستين وخلص الحمد لله. خلصتي الجلسات الكيماوي وخلاص الإشعاع على وشك انك الحمد لله. الكيماوي كله خلاص، ناقص إشعاع وخلصت الكيماوي، يعني ناقص جلستين بس مفيش يعني. الحمد لله. طيب انت اكتشفتي الورم ازاي؟ اكتشفتي وجوده وعرفتي ازاي؟ من سنه كده انا افتكرت لقيت صدري ورم حاجه بسيطه، قلت يمكن حاجه بسيطه، انا بقى بخاف النوع اللي بيخاف، فرحت الدكتور 2 قالوا لي ده غدة ومش عارف ايه، وخدت علاج فما نفعش. فرحت الدكتورة تانية قالت لي لا، هي دي اللي فهمتني بصراحة، قالت لي بص يا كاميليا انت عندك ورم. قلت لها، قالت لي انزلي منين على بهية على طول؟ طب قلت لها ازاي انا ما اعرفش المكان؟ قالت لي لا، خدي رقم التليفون من التليفون الرقم الساخن واتصلي بيهم هيدوكي ميعاد. وهو ده اللي حصل، وجيت وغدوني ميعاد. ما شاء الله بصراحة بصراحة احسن مستشفى شفتها في حياتي. فاكرة أول يوم ليكي هنا في بهية؟ أول دخلة ليكي من الباب؟ أنا ما دخلت بصراحة، ما كنتش منهارة، لأن بصراحة هي تفرح بس بقى العلاج والبتاع والتحاليل والإشاعات والبتاع بتاع العينات بياخدوها لي في أنت عارف الجهاز بقى منظره كده يعني يرعب شوية، بس مع تخليص الحاجات دي الحمد لله يعني حسيت إن أنا في راحة بقى بعد كده. وبعد كده قالوا لي بقى ادوني بقى ليكي عمليه وكده، قلت بس ليا عمليه خلاص بدل ده هيريحني ويشيل عني المرض ده. فجيت بعد ما خلصت كل الحاجات دي كلها دخلت بقى في دور العمليه، بس بعد الكيماوي.
ده بعد الكيماو على طول. فعملوا لي العمليه دخلت والله دخلت اعمل العمليه وخرجت ما حسيتش، حسيت ان انا كنت نايمه. عملتي استئصال كامل ثدي؟ ايوه ايوه، حسيت ان انا نايمه بجد. لا مستشفى جميله جميله، وكلهم بصراحه اخلاق، من اول الممرضات للموظفين للدكاتره اخلاق حلوه حلوه. انا حسيت ان انا قاعده في جنه مش مستشفى. فهي غيرت في حياتك المستشفى، غيرت في حياتك انت الشخصيه في افكارك؟ لا وريحتني نفسيا بصراحه. انا كنت منهاره الاول، نفسيتي الحمد لله ارتاحت الحمد لله. تحبي ايه بقى؟ بصراحة الدكاترة والممرضات وكلامهم، كلامهم جميل كله، وبيعاملوا الواحد بروح حلوة ونفسية حلوة. بصراحة ما شفتش أي حد فيهم وحش، كلهم ما شاء الله حلاوة وحلوين حلوين يعني ممتازين بصراحة. لا لا مستشفى جميلة ما فيش إلا رحمة ونور عليها بهي بصراحة، رحمة ونور عليها. طيب اغلب المحاربات اللي فاتوا كانوا دايما بيقولوا ان هم بعد ما حتى بيخلصوا علاج الكيماوي والاشعاعي واحيانا الهرموني بيفضلوا لسه في بهية، ويرجعوا تاني ويجوا يزوروا هنا المحاربات الجدد ويطمنوا على بعض. اشمعنى في رايك ده بيحصل ليه؟ هم هنا روح واحده بصراحه، روحهم جميله يعني، تحس ان انت قاعده مع اختك مع مامتك كده، حلوين بصراحه. حتى الناس اللي بيجوا يعني برضه كويسين، كله محترم بصراحه، فانا حبيتها عشان كده، مفيش حاجه فيها وحشه. ننتقل بقى للجزء اللي انا عارفه انك خايفه منه، الناس المحيطه بيكي اللي وقفوا معاكي واللي ما وقفوش معاكي. يعني انا ما اقدرش اقول لحد وحش. قلتي لي انه يعني بنتك معاكي، بنتك طول الوقت معاكي. معايا ابنك؟ لا ابني بيسال عليا دايما، بس مش هيعمل بقى زي بنتي بس، اللي هيطبخ يغسل لي الكلام ده يعني. طبعا ولد غير البنت. بقالك قد ايه ما شفتيه؟ لا هو بيجي وبيتصل بيا. امال ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مخليكي مدمعه؟ انا بيصعب عليا يعني. انا من النوع ده بيصعب عليا اي حاجه كده. صعبان عليك؟ ما حد بيكلمني على المرض وبتاع، وانا الحمد لله، بس ما اعرفش بيصعب عليا ليه يعني. بيصعب. صعبان عليكي نفسك؟ صعبان عليكي اللي انت مريتي بيه؟ مريتي بايه؟ الحمد لله الحمد لله، الوضع اللي جاي واللي حصل ده يعني الحمد لله. ايه اكتر وقت انت كنت بتحسي انك انت هشه وضعيفه ومنهاره في السنه دي؟ انا عارفه انك انت كنت قويه، وان هي اكيد ساعدتك سواء الدعم النفسي، بس في اوقات اكيد كنت بتبقي صعبان عليكي نفسك زي ما انت بتقولي. بيبقى امتى؟ بفتكر كده ببقى قاعده هاديه وكويسه، وافتكر اللي حصل لي تلاقيني منهاره لوحدي ما اعرفش ليه، مع اني بضحك من ساعه معيت يعني. اما جينا مجال المرض يعني، مجال المرض ده يعني صعب عليا. قلت الله ده انا ما كنتش كده، انا احب الضحك واحب يعني كده فرفوشه قوي، وفجاه الاقي كده استغفر الله العظيم، صدمه ليا بس شويه، وبعد كده الحمد لله. اللي ربت واللي دايما وقت خوفي في حضنها بمسك واتبت، علمت واتحملت علشان بكل بساطة حبت أم العيون الطيبين اللي محدش زيها. كل واحدة أختي ولا حبيبة كانت وقت ضعفي واقفة سنة، واللي قلبي بيبقى جامد بس علشان هي جامدة، واللي ما تخلتش عني في كل مرة الجهلة. يا بهية انت اغلى الناس عليا، انت اجمل حاجة فيا، ياللي لو تتقلمي الدنيا دي بتضيق عليا. المرض غير فيكي؟ طبعا. غير ايه؟ يعني خلاني بقيتش زي الاول يعني، بقيتش زي الاول يعني، كنت الاول اضحك على طول، ساعة ما افتكر الاقي نفسي ساكتة كده.
ايه اللي جرالي ده، ايه اللي بيحصل ده كده يعني. بس الحمد لله الحمد لله، بحمد ربنا ان انا بقدر اقف بردك وكده الحمد لله. بحمد ربنا انه سخر لك بهية بالناس اللي فيها هم يساعدوكي وتعدي معاهم المرحلة دي. الحمد لله. بقيك جلستين بس إشعاع. الحمد لله. الحمد لله، والله الحمد لله، انا مبسوطة بهية قوي قوي، رحمة ونور عليها والله. احلى مستشفى شفتها في حياتي بجد، واحلى معاملة، كلهم معاملتهم جميلة قوي قوي بصراحة. يعني بقول لك من اول المرضات للموظفين الدكاترة كله محترم واخلاص الدنيا فيهم، وكلامهم جميل يريحوك ان انت، يحسسوك ان انت مش مريضة. وفعلا انا بقعد معاهم بحس ان انا مش مريضة. انت دخلك منين؟ يعني في معاش؟ جوزي متوفي وعايش على المعاش. قد ايه تقريبا؟ 100,000. طيب لو ما كانتش بهية موجودة او كان العلاج للمرض ده مش مجاني زي بهية، تفتكري كان الوضع؟ والله ربنا عالم بينا بجد، احنا بنحمد ربنا ونشكره والله، يعني رحمة ونور عليها ويجعل مثواها الجنة. دي ربنا مخصصها لنا للناس اللي هي ظروفها كده. الحمد لله الحمد لله. شكرا ليكي حاجة كمان، يا شرفتينا. ان شاء الله بعد الجلستين نقابلك مرة تانية ونبارك لك على الانتهاء التام من الورم والفضائل. شكرا ليكي. اللي ربت واللي دايما وقت خوفي في حضنها بمسك وأدبت، علمت وتحملت علشان بكل بساطة حبت أم العيون الطيبين اللي محدش زيها. كل واحدة أخت ولا حبيبة كانت وقت ضعفي واقفة سنة، واللي قلبي بيبقى جامد بس علشان هي جامدة، واللي ما تخلتش عني في كل مرة الجلّة.